طيب معلش هسأل نفس سؤال أبونا، كم حد النهارده أول مرة لي في القاهرة يعني سنة أولى جامعة؟ طيب حلو حلو، ده كله تقريبا. طيب في هنا كم واحد من الولاد لعب كورة، بس لعب مش اتفرج، يعني مش بس بيحب الكورة، لعب لعب دخل دوري، مش اسمه دوري برضو؟ دوري، دخلت دوري. طب اسمك ايه؟ انت كرولوس، دخلت دوري يا كرولوس قبل كده؟ كنت بتقف جون يعني انت بتشوت بدافع؟ لا انتوا كده طلعتوا بره التحضير اللي انا محضره. طب معلش يعني قولي لك يا كرولوس، بتدافع ده يعني بتعمل ايه؟ لا يعني مش بتدخل اجوان ولا بتخلي الكوره ما تدخلش؟ طيب هي دي صح، هو ده الدفاع. طيب كم ماتش كسبتوا فيه؟ كتير. طيب سؤال بقى كرولوس، ايه كم مره حسيت ان انت اللي كسبت؟ طب انا عايزه حد بيكسب. طيب هنا في حد لعيب لعب هاندبول، سباحه، فولي، اي حاجه بس بيدخل كده حاجات؟ مفيش، الرياضه هنا قليله شويه. انا برضه على فكره يا جماعه ما تفتكروش ان انا بلعب، برضه ما بلعبش حاجه، بس سؤالي لكرولوس هدفي منه حاجه، كنت عايزه احس يعني لما بتكسبوا في الكوره مين اللي بينبسط؟ انا لما ببص على الماتش مش عارفه هل اللي بينبسط هو بس اللي بيلعب ويدخل اجوان؟ انا بالنسبه لي هو ده بالنسبه لي الستار بتاع الملعب، ولا انا فاهمه غلط؟ مش هينفع يلعب لوحده صح؟ طيب يعني هل ممكن كلنا نكسب والستار ده واحد بس، او اللي بيدخل اجوان ده واحد بس، ولا بيبقى اكتر من واحد؟ في حد بيرفع ايده؟ شكلك انت معانا برضو في الكوره. طب قول اسمك ايه؟ ابنوب، قول يا ابنوب. بيبقى اكتر من واحد؟ ايه ده مفيش متخصص للشوط؟ انا معلوماتي زيرو. طيب هقول لكم انا قصدي ايه، قصدي اني كنت عايزه اعرف كده لما بنكسب في حاجه انت بنحس ان احنا كسبنا. يعني كرولوس بيقولي ان هو في ماتشات كتيره ما كسبوش فيها، بس انا سالت مره قبل كده حد وقالوا لي بس بننبسط، في حاجه اسمها اللعبه حلوه، او الماتش النهارده كان حلو مع انهم اتغلبوا، يعني الفريق اللي قدامهم جابوا اكتر منهم فهما اللي كسبوا في الاخر، بس الفريق التاني كان شاطر جدا. انا دي سمعتها من ناس بتحب الكوره وبتفهم في الكوره مش بس بتحبها. الكلام ده صح اللي انا بقوله؟ يعني الرجاله او البنات اللي عارفين في الكوره يصلحوا على كلامي. طيب عشان كده بقى يا كرولوس. طيب فعلا في حاجه اسمها اللعبه حلوه والماتش كان حلو، فتعالوا عشان كده ارد على اول سؤال عندنا، يعني ايه نجاح؟ هات لنا اول سلايد كده يا مارينا. لا اللي بعدها، اللي بعدها. بصوا يا شباب عايزاكم تركزوا معايا شويه في السلايد دي. النجاح مش بس الولد اللي واقف فوق دوت، هقول لكم ان المفاجاه ان النجاح من اول النقطه اللي تحت والطريق ولغايه توصل. بصراحه لما قالوا لي ان انا عليا الكلمه، قالوا لي، قلت لهم طب الكلمه ايه؟ فقالوا لي النجاح، قلت لهم نعم، ايه ده يعني؟ فقلت اقعد ادور كده واحضر، فهو موضوع واسع يعني مش عارفه حتى اطلع كده ايه تعريف النجاح، تعريف النجاح الاقي مقالات 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 مفيش تعريف. قلت اقعد اقرا المقالات دي واقرا الكتب دي، لقيت اللي مكتوب ان نجاح اول حاجه انك تعرف انت عايز ايه، انك تعرف انت هنا ليه، انك تعرف انت هدفك ايه. طب وخلاص كده؟ طب خلاص انا نفسي اطلع الاول في كليه صيدله، انا نفسي ابقى صيدلي شاطر، خلص؟ لا ده الحته الاولانيه دي في السهم.
الطريق بقى هو ده اللي هنعرفه. جه السؤال اللي بعده، هو ايه مقاييس النجاح؟ لا سوري، عايزين دي الاول ولا المقاييس؟ هاتي كده كركوس. عارفين مين ده يا جماعه؟ ولا هو بالنسبه لنا دينر بوكس ومش عارفه ايه الساندوتش التاني، مش فاكره اسمه. في ساندوتش انا فاكره بتاع زمان ده على ايامي، معرفش اسمه موجود ولا لا، مش عارفه اسمه ايه، كان سناك بوكس. دي لسه موجوده؟ اصل انا مش من الناس اللي بتاكل كنتاكي بصراحه. بس الشخصيه دي انا بحبها جدا. حد عارفها؟ ايه ده بجد؟ هايل هايل هايل. ازاي يقدموا حاجه زي كده وحاجه المفروض دي فاست فود؟ فاست فود دي يعني اكتريه اللي بياكلوه شباب اكتر من الناس الكبار، واللي يقدموا اللي يبقى في وشنا في كل كوبايه وعلبه من عندهم راجل عجوز. الشخص ده تعالوا نشوف كده مين. ده واحد اسمه كولونيل ساندرز. كولونيل ساندرز دوت راجل عدى بفشلات كتير في حياته، يعني دخل كذا شغلانه على كذا مشكله كده في حياته. المهم عشان ما اطولش عليكم، فشل كتير، ولما بدا يشتغل شويه بجد ويشم نفسه، كان بيشتغل في بنزينه ويقدم للناس اللي بيعدوا على البنزينه شويه فراخ ياكلوها ويحط لهم شويه بهارات كده من عنده، لغايه ما وصل ان يعمل خلطه بتاعته هو. يعني ايه؟ شويه توابل بتاعته هو بس، يعني هو اللي عمل الميكس ده وبدا يقدمها. والمفاجاه ان هو بدا يتعرف والناس تحب الفراخ بتاعته عند ال 45 سنه. امال 65 سنه دي ايه؟ دي بدايه اول محل الكنتاكي لكولونيل ده. ياه، يعني النجاح عنده بدا من 65 سنه. عند ال 65 بدا يقول يا نجاح. وكل دوت ولا حاجه. عشان كده اللي عايزه اقوله ايه، ان النجاح ملوش تعريف معين، ملوش سن معين. وده الرد على السؤال اللي جاي واللي هساله لكم تاني، ايه مقياس النجاح؟ ايه اللي يخليني اقول اللعبه دي حلوه وان انت كده نجحت، وواحد تاني اقول له انت فشلت؟ على اساس ايه اقول كده؟ على اساس ايه اسمع لحد يقول لي انت فاشل فاصدق واكتئب؟ وعلى اساس ايه حد يقول لي انت ناجح فانبسط؟ النجاح ملوش مقياس معين. انا بشتغل في شركه ادويه، ميديكال ريب. ميديكال ريب دي يعني بعمل دعايه للدواء اللي شركتي بتنتجه. بروح للدكاتره في المستشفيات الصبح، اقعد اكلمهم عن الدواء ده عشان يدخلوه المستشفى، وبالليل اروح للدكاتره في العيادات عشان يكتبوه في روشتة. لازم اكون فاهمه الدواء ده كويس قوي، وعارفه الدواء ده بيشتغل ازاي، وايه اللي بيميزه عن الادويه اللي موجوده، عشان اقدر اقنع الدكاترة الصبح في المستشفى والدكاترة بالليل بتوع العيادات. طب ايه اللي مطلوب مني في شغلانة زي دي؟ مطلوب بس ان انا اعرف ده، دي ولا حاجة، ده دي الاساس. مطلوب مني كل شهر عدد معين يتباع في السوق عشان يقيس هل انا بنجح ولا لا، الناس اقتنعت واشترت ولا لا. فلما جم يقيسوا بقى كل واحد، لقوا ايه؟ كتير بيحقق التارجت. انت مطلوب منك 100 علبه وانت 50، وانت كل واحد حسب المكان بتاعه، كلهم بيعملوه. طيب اقيس ازاي دوت عن دوت عن دوت؟ بداوا يعملوا حاجه اسمها KPI، كي بيرفورمنس. يعني ايه؟ حاجات كده، نقط اقيسك من عليها انت ناجح ولا لا. ونبدا بقى من الاول. انت واحد تعرف تعمل بلان وبتمشي على البلان اللي بتتحط ولا لا؟ بتعرف تعمل مين هتعمله الاول ولا لا؟ بتعرف تقول فعلا هتخلص الدكاتره دي في الاسبوع دوت ولا لا؟
بتعرف تخلص الحاجة في وقت محدد ولا لا؟ يعني مش هقيسك بس على الفلوس اللي انت هتعملها في الآخر أو الأدوية اللي هتتباع، لا، ده انا هاخد نقطة نقطة واشوفك بقى انت فعلا بتبذل مجهود ولا بتروح لصيدلي حبيبك تبيع له الأدوية وخلاص خلصت القصة. عشان كده بنقول ان النجاح ملوش مقياس، ملوش مزورة معينة، ده نقط كتير وتتقاس عليها. بس المهم اعرف ازاي بقى انا ناجح ولا لا من خلال النقط اللي جاية. 8 to be great. دلوقتي هنعرف مع بعض اعمل ايه عشان انجح، ازاي انجح، هنجح ازاي. بدل ما تقعدي تهري ولا تهري بتقولي تهري، بدل ما تقعدي تهري كتير قولي لنا نعمل ايه. 1 2 3 4 اعمل ايه عشان ابقى ناجح. اول حاجه، شايفين الدايره دي؟ اول حاجه في الدايره رقم 1 passion. يعني ايه passion؟ يعني حب اللي انت بتعمله، حب الكليه اللي انت دخلتها. حتى لو انت ايه يعني حسيت ان ربنا عمل ديفيشن شويه، انا كنت عايز صيدله فدخلت علاج طبيعي او حصل لتنسيق او whatever، المهم انا خلاص دخلت وما عنديش اختيار تاني. حب الكليه دي، حبي الناس اللي انت خلاص هتتعلمي منهم وعايزه في يوم من الايام تبقي متميزه. لو انت ما حبيتش شغلك عمرك ما هتدي له حاجه، هتبقى زيك زي اي حد، وعمرك ما تدوق طعم النجاح لو ما بداتش بان انت تحب اللي انت بتعمله. طب ايه تاني حاجه؟ تشتغل. تشتغل يعني تشتغل بقى. عارفين ايه الفرق بين، اقول لكم اقولها لكم بطريقه حلوه. انا متجوزه بقالي سنتين، معايا بيبي سنه وشهر واسبوعين بالظبط. بحكم الظروف ديت بقعد كتير عند ماما، لاني زي ما حكيت لكم شغلي صبح وليل، فبقعد كتير عند ماما، فبالتالي مش بطبخ كتير. حد موافقني؟ اكيد عندي حق طبعا في الموضوع ده. المرات اللي طبخت فيها بايدي بصراحه ما تتعدش كتير، يعني بلاش تفتحوا مايكل في الموضوع دوت، بس يعني حاجات قليله. المهم اقول لكم ان المره اللي انا بطبخ فيها وبعمل الاكل غير خالص المره لما اخد من ماما استلف منها اكل واسخنه، او نشتري اكل ونعمله، او اي حاجه كده وخلاص اللي هو ايه سد جوع. طعم مختلف خالص لما بقف وبتعب وبعمل الحاجه، بحس ايه ده، ده انا ست شاطره جدا، بحس اني عملت حاجه فظيعه. انا كده عامل اللي عليا، كفايه ان انا اصلا معايا بيبي، ودايما بقول الكلمه دي. بس يوم ما بعمل حاجه وبتعب فيها زي الاكل، معناها حاجه بسيطه ملهاش اهميه قوي، في الاخر هناكل اي حاجه، بس احس انا نجحت. ايه ده، انا النهارده عملت حاجه ناجحه عشان تعبت، عشان اشتغلت. واللي عايزه افرق فيه، واكيد انتوا ذقتوه قبل كده، بتشوفوا لما احنا بنشوف بعنينا حد غش ونجح من غير مجهود، وواحد تاني تعب قوي وجاب اقل شويه من اللي نجح بالغش، بحس بطعم احلى لو انا تعبت. او انا بسمعها منكم كتير، انا عملت اللي عليا، او انا خلاص كده عملت اللي عليا وربنا اللي هيكمل، والنجاح اللي انا عملته في الحاجه دي انا مبسوط بيه. طب اللي بيغش بينجح؟ او هو ما تعبش بيوصل بينجح؟ لا مش بينجح، مش معاك يا كرولوس، هو بياخد الحاجه. يعني ايه؟ في فرق بين انا تعبت وحوشت واشتغلت وما خدتش ايام اجازه كتير عشان احوش كتير واجيب العربيه دي، وصاحبي او صاحبتي دي راحت اشترت العربيه، مين اللي حس بنجاح؟ انا. هي بالنسبه لها مش هي دي النقطه اللي هتنجح فيها خالص، هي اشتريتها خلاص، هي هتدور على حاجة تانية تنجح فيها. إنما اللي اشترى هو ما تعبش. فاهمين أقصد إيه؟ اللي عايزة أقوله إن من غير شغل مش هتدوق طعم النجاح ده. من غير التعب والسهر وإن أنا أجرب وأحاول تاني وأقع وأزهق وأقوم تاني وأشتغل وأجي على نفسي، هو ده اللي هيديك الطعم الحلو اللي في الآخر.
بعد كده فوكس، ركز، ركز قوي. ودي بقى يا ولاد كلنا بنقع فيها، دي ما فيهاش كبير وصغير خالص. احنا ساعات مشكلتنا كلنا ان احنا مش بنركز. عارفين مش بنركز حتى في ايه؟ في الخروجه. لما انتوا بتخرجوا سوا ما بتركزوش في ان انتوا تقعدوا مع بعض وقت طويل، بالعكس ده انتوا ممكن في كلام نسيتوا تقولوه وترجعوا تكملوه تاني في التليفون او في الشاتنج. ايه ده، معنينا كنا قاعدين مع بعض بس انا كنتش مركز ان انا قاعد مع اصحابي، ده انا كنت لسه مشغول بالموبايل او باي حاجة تانية. اللي عايز ينجح لازم يركز. تسمعوا عن واحد اسمه ستيف جوب؟ عارفينه؟ بتاع ابل، ايفون، ايباد والحاجات دي. الشخص ده جات له فترة في حياته قرر ان هو يلبس يونيفورم واحد وبيطلع على المسرح يقدم الشغل اللي عمله او يقول هنعمل ايه دلوقتي او هندخل دلوقتي عالم الموبايلات، هندخل دلوقتي هتلاقيه لابس في كذا حاجه اسود وجينز، شميز او تيشرت اسود وجينز. وهو قرر ده عشان مش عايز يتشتت كل يوم يفكر انا هلبس ايه. مش هقصد ان احنا هنرجع تاني للمدارس ونلبس يونيفورم، احنا وداعا لليونيفورم. اللي اقصد فيه التركيز. قررت دلوقتي ان انت تخرجي وتنبسطي، ركزي في الخروجه. قررت دلوقتي ان انت تذاكر، ركز في الشويه دول اللي انت هتذاكر فيهم. لو ما ركزتش ما تعاتبش ان انت ليه ما نجحتش او ليه بزهق بسرعه، انا اصلا ما ذاكرتش، انا اصلا ما ركزتش. فاحنا مشكلتنا ساعات في ان احنا ما بنركزش. عارفين حصل مره ان اتنين كانوا بيتعاتبوا يعني اتنين زعلانين من بعض وواحد بيعاتب، فخرج من الحوار انا مش حاسه ان هو صالحني. على فكره لا، هو قال كلام كتير قوي يدل ان هو بيعتذر لك وبيصالحك. لا، بس هو اصلا ما قالش اللي انا عايزاه. فكانت المشكله ان هي كانت مركزه في حاجه تانية وما كانتش مركزه في اللي هو بيقوله فما وصلهاش. متخيلين؟ فاهمين انا عايزه اقول ايه؟ يعني انا دلوقتي احنا زعلانين من بعض وبنتصالح وانت بتحاول تصالحني وانا خلاص مش مركزه اصلا، فخرجت ولا اكن حصل حاجه ونرجع نتخانق تاني. فالفوكس مهم قوي 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 في النجاح في كل حاجه. النجاح يا اولاد مش بس في الجامعه، ده حتى في ان انت تعمل اصحاب، في ان انت تعمل اصحاب ناجحين يقعدوا معاك سنين طويله. بعد كده بوش، زق زق زق. ايه؟ زق على نفسك، push yourself، تعالى على نفسك شوية. طب اجي على نفسي في ايه؟ عارفين من الحاجات الصغيرة اللي قريتها ولقيتها فعلا حقيقية في ان احنا ساعات بتعطلنا عن نجاحات وبتعطلنا عن عملنا؟ الخجل. ايه، انا هقف قدام زمايلي في المحاضرة واجاوب او اسأل؟ لا 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 لا، بس دي هتكمل لك نقطة من المذاكرة اللي انت بتذاكرها. لا، اصل انا بتكسف. ساعات الخجل من الحاجات اللي احنا محتاجين نزقها كده ونكمل. طب ايه تاني؟ زق كمان اي شوشرات. يعني ايه؟ ساعات اللي بيخلينا ما نكملش الحاجه اللي احنا بنعملها التليفون، الواتساب، الفيسبوك، الزن اللي حوالينا. كم واحد كان بيذاكر ومعرفش يكمل بسبب كذا مكالمة؟ كلنا حصل لنا كده. بس احط الموبايلات جنبي؟ انا عشان في ناس فعلا عشان تذاكر، وفي ناس تعرضت لها في ثانوية عامة عشان يذاكروا بيمسحوا الفيسبوك، يمسحوا الواتساب عشان اصل هو ده اللي هيخليني اذاكر. لو ما عملتش كده مش هعرف. بيبقوا عارفين ان هو ده المصدر يقوموا قافلين كل حاجة. تمام؟ ده بيعملوا ايه؟ ده تركيز، بس دي الحاجة التانية اللي انا بزق. باجي على نفسي وهزق نفسي وازق نفسي، ازق كل الحاجات اللي تعطلني. ايه تاني؟ افكار. عارفين يا ولاد في كام واحد متفوق؟ كتير. بتالي انتوا بتشوفوا في الفصل وهتشوفوا تاني في الجامعه. بس كام واحد من المتفوقين دول مبدعين او ابدع في حاجه؟ ده بسبب ايه؟ بسبب ان عنده افكار. كلنا عندنا افكار، مفيش حاجه اسمها فكره غلط، مفيش حاجه اسمها فكره هايفه،
مفيش حاجة اسمها فكرة فاشلة. الكلام ده غلط. عارفين أديسون؟ أديسون كان في تجربة بيعملها فشل فيها 90 مرة. ونجح بعد 90 دي. فالمساعد بتاعه بيقول له احنا خلاص بقى احنا فشلنا فيها 90 مرة، مستني ايه تاني؟ قال له احنا ما فشلناش، احنا عرفنا 90 شكل للمحاولة لما التجربة تفشل بيها. فاهمين؟ عرفنا 90 طريقة تانية ان دول مش هينفعوا. ومفيش افكار برضو وحشة، لازم لما تجيلي فكرة اقولها اعرضها، ما تستهيفش بيها. طب الافكار هتجيلي من ايه؟ ان انا اسمع، نسمع بعض، نسمع افكار بعض. ساعات نبقى مركزين كده في الشيء ده ما بيقولش اصلا اي افكار جديدة، او لما نيجي هنعمل عمل معين في خدمة او في اي حاجة، لا ناخد بقى حد بتاع افكار، بس الباقيين مش بتوع افكار. مين قال ده؟ ساعات بيبقى كل مش حاسين ان انت مهتم بيهم، بس يعني كل عايزه انت عندك فكرة جديدة، طب رأيك دي ممكن تتعامل ازاي؟ اديله بس وشوف هتطلع بكام فكرة. الافكار بتيجي لما بنسمع، ولما بنفكر احنا، ولما نقول، نعبر، نقول بفكرتنا. وساعات تبقى الفكرة صغيرة تتكمل بافكار اللي حوالينا، يبقى اسمنا كلنا قلنا افكار. انا بلاش لا 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 خلاص انتوا فكروا بقى وبقولوا لي. عارفين في الفيلم بتاع مش كان في فيلم كده بيقول ايه؟ انا هدفع الفلوس، انتوا اعملوا وقرروا وفكروا وانا هدفع. احساب بنصنف روحنا كده في الشلة في الخدمة، قولوا لي يا جماعة انا اقول ايه وانا هقوله، بس انا بتاع المايك، انا هدخل امسك المايك اقول الرحلة كذا. طب ما تيجي نشوف ممكن نقول طريقة الاعلان على رحلة بطريقة جديدة. لا 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 اسألوا اسألوا مين هو بيعرف بقى في كل ده. فاهمين؟ لا قولوا، نعبر، نفكر، نجدد. احنا مشكلتنا بس احنا بنقفل ونقول انا ما عنديش افكار. انت اكيد عندك افكار. بعد كده improve، احسن نفسي. طب احسن نفسي ازاي؟ واحدة زي بتشتغل صبح وليل وكل بعيد وازيد في اللي انا بقوله، يعني الجملة ولا الجملتين اللي بقولهم للدكاترة دول بقولهم 7 مرات في اليوم ل7 دكاترة مختلفين، وممكن 3 غيرهم الصبح كمان. طب انا احسن في ايه يعني؟ خلاص هي نفس الجملة وقلتها قبل كده وقالوا لي كويسة وخلاص. لا، التحسين ده ان انا ابراكتس. عارفين دورت كتير وانا بحضر practice 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 practice. الامبروف هو ان انا امارس دي واقولها بطريقة تانية. عارفين كانوا بيعلمونا علشان نقف نتكلم نعمل ايه؟ نقف نتكلم قدام المراية الاول واشوف كده وانا بتكلم بقى عاملة ازاي. ابراكتس، احاول، اجرب، اتدرب، واجيب حد واقعد اقعدي كده اسمعيني، ها انا عارفة اتكلم. ابراكتس، امارس اكتر واكتر واكتر. طب ازاي همارس ان انا هقول درس الاطفال في حضانة؟ جرب وقول واتدرب واسمعي نفسك وسجلي وسجل لنفسك. من غير ممارسة مفيش نجاح. خدمة، معقولة الخدمة ممكن تخليني انجح او ابقى عظيم؟ اه. مش الخدمة ان انا هقف اقول درس في مدارس احد او هقف اقول كلمة، مش دي الخدمة. الخدمة هو ان انا اساعد، اشوف حد محتاج واروح له. طب وايه علاقة ده بالنجاح؟ ده نجاح في الشخصية. لا، مين قالك؟ عارفين في كام واحد ناجح في العالم وبيروح هو بيخدم الناس وبياخد افكار جديدة منهم؟ كام واحد نزل لمناطق مثلا عشوائية وابتكر حاجة جديدة تصلح لهم؟ المهندسين دول الموجودين بتلاقي المهندس بيعرف، لا ده انا ممكن اعمل له الماسورة بطريقة معينة فيعرفوا يشربوا من غير ما نشتري مش عارفة ايه. بس ده مجرد ان انت عرضت المساعدة. ساعات بتحصل قوي، طب يا جماعة هنرمي الحاجات دي فين؟ احنا ممكن نفتح كياس كياس على بعضها عشان اخد منكم الحاجات دي ونرميها. فالمساعدة والخدمة هتبقى حاجة من الخطوات اللي توصلني للنجاح. بيرزيست، صمم، سابر، كمل، ما تقفش. طب ابرزست خلال ايه؟
ثلاث حاجات. الموضوع ده بياخد وقت طويل قوي، كمل بس هتوصل، انت قربت. هو بياخد وقت لان دي طبيعته كده، ان الموضوع ده بياخد وقت طويل، بس كمل. صمم من خلال الوقت، مش مشكلة، خد وقت، اكمل تاني، ما تزهقش، ما تنساش هدفك، ما تنساش انت عايز توصل لايه. هقول لكم دي وبعدين ارجع للاربعة دول عشان فيهم شرح شوي. دي عارفين ايه اللي واخد السهم ونازل ده ايه؟ فشل. انت فشلت، انت خلاص التارجت بتاعك راح، انت احنا في شهر 12 وانت لسه ما حققتش حتى نصه، انت فشلت. كمل، اشتغل، ما تسمعش اللي انت فاشل ده، كمل من على الفشل دوت، زق الفشل وزق الكلام دوت وكمل، وهتكمل وهتاخد على قد المجهود اللي انت عملته في الوقت القليل ده. وده اللي بيحصل دلوقتي يا اولاد في الحساب، يعني ما بحاسبش بس انت جبت تارجتك ولا لا، لا انت لغايه دلوقتي عملت كام وهديك على قده، فاهمين؟ فكل حاجه هتبذل فيها لازم هتاخد قصادها نجاح. طب ايه بقى الاربعه دول؟ persist through crap، criticism، rejection، adversity، prejudice. criticism النقد. يا ابني انت مش شايف ايه اللي انت، بص بص الرسمه طالعه وحشه ازاي، بص بص انعكشت الفراخ اللي انت عاملها، ده منظر واحده بتذاكر، ده منظر واحده بتذاكر. طب انا مخططه ليا، يعني انا ملونه بالطريقه دي اللي مريحاني وانا بنجح فيها، ده نقد ما اسمعلوش، كمل زق النقد دوت وكمل في شغلك، انت عارف انت بتعمل ايه، انت عارفه انت بتعملي ايه، ما تسمعوش النقد كتير. ايه تاني؟ ريجكشن، رفض. اللي انت بتعمله ده مرفوض، اللي انت بتعمله ده مش مقبول، او احنا بقى ساعات اللي بنرفض نفسنا بنفسنا، اصلا اللي انا هعمله دوت فكره قديمه ومهروسه ومش هيسمعوها اصلا، مش هيحبوها. كمل، دوس، جرب، اشتغل شويه كمان، انت ملحقتش، طب ما تجرب تقولها بطريقه تانية. adversity، انتقادات، ومش بس بقى انتقادات، الحظ الوحش ده، انا رحت والمدير اللي انا كنت متوقعه يبقى مديري ساب الشركه، بس خلاص الحظ اتقفل، وده الوحيد اللي كان موصي عليا، وده اللي انا اصلا رايح اقابله، باظت خلاص. لا ما باظتش ولا حاجه، ما تهتمش بحاجه زي كده، كمل كمل، اثبت نفسك عند مدير تاني، سمع نفسك لحد تاني، ما تقفش عند حد، هي ما بتقفش على حد، اوعى توقف عند حد، اوعى يا اولاد نوصل لمرحله ان انا معتمد على حد، لو هو دوت مش موجود خلاص باظت. بابا كان بيعرف يعمل لي واسطه في المدرسه، انا دخلت جامعه ما فيهاش وسايط، زي اللي جنبي، زي ابن المدير، زي ابن المش عارفه مين، كلنا واحد، ما فيهاش وسايط، ما فيش بابا بقى هنا، هتنجح لنفسك مش هتنجح برضو لنفسك، يا هتاخد الكليه في 5 سنين يا هتاخدها في 12، براحتك، محدش هيجي بقى ايه يقول لك يا حبيبي ذاكرت عملت الواجب، ولا انت تقف في الحوش في المدرسه يقول لك يلا ادخل الحصه، مفيش الكلام ده في الجامعه، اقف بقى بره براحتك ان شاء الله طول السنه، ولا حد هيعبرك، محدش هيقول لك انت مش هتدخل محاضره معانا، محدش هيقول لك الكلام ده، الا لو ليك بقى اصحاب يقول لك حبيبي يلا في محاضره، انما مفيش بقى مس ولا مستر ولا مشرف دور ينزل ياخد الناس من حوش الجامعه يدخلهم المحاضرات، انت الوحيد اللي هتكون مكمل وعارف طريقك، غير كده محدش هيراجع وراك او هيقولك يلا 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 ادخل محاضرة، لا انت الوحيد يا عايز تنجح يا مش عايز تنجح. مارينا، عشان انجح بقى حاجة مهمة قوي، اللي احنا قلناه اللي فات ده اجتهاد، اجتهاد العمل وحب العمل، وان انا اكمل وان انا اسابر وان انا اصمم وان انا اصبر، اجتهاد من غير نظام صعب قوي للنجاح. هقول لكم حاجه كده، نظم ونظمي كل حاجه عينك بتقع عليها. يعني ايه؟
يعني انا صحيت من النوم وهقعد اذاكر في الاوضه دي وضوي الاوضه قبل ما تذاكري، هذاكر على المكتب ده. هاتي كده الصفحه اللي بعدها مارينا. انا عمري ما هعرف ابدع في المكتب اللي عليه مناديل وكوبايات شاي وشرابات، ومش هعرف، مش ما فيش معلومات، او مش هعرف ابدع. انت ممكن تنجز الفوضى المنظمه صح؟ اذكر فيها انت. قول يا فراشة. طيب انا معاكم، انا معاكم، هحترم لو في جزء بيعرف يبدع في الفوضى، بس اكيد في حاجه عنده منظمه. يعني مثلا اكيد الكتاب اللي بيذاكر فيه منظم، ولا ورق متكرمش. انا بتكلم على النظام عامه. بس في ناس بتعرف تذاكر في الفوضى، بس الكتب بتقول انه حاول يعني تعمل لنفسك مساحه تريح فيها عينك. هو احنا ليه بننبسط اكتر في بيت المصيف اكتر من بيتنا؟ عارفين ليه؟ هاتي كده الصوره اللي قبلها مارينا. عشان بيتنا فيه كراكيب، اوضتنا فيها كراكيب، بيت المصيف فيه كرسي والثلاجه والدولاب والسرير ده لو فيه وخلاص يعني، بس كده. ده حتى اوضه الاوتيل اللي بتبقى غاليه اللي هي رايقه فاضيه ما فيهاش حاجات كتير، تلاقي السرير والتكييف حتى ما بقوش يحطوه، بقى خروم كده تطلع لك هواء وخلاص على كده. بيحاولوا يقللوا من على عينينا الكراكيب، صدقوني. فحاول طيب تتخلص من الكراكيب، عيش في حته مش منظمه بس بلاش كراكيب. يعني مثلا بلاش تعين حاجة قديمة وحطها لك فوق وقاعدة تنقط من عليك. طب ما ايه لازمتها دي؟ قصدي بتاعت جده، ده كولمان بتاع جده، انا بتفائل بيه وهو فوق. انت مش بتتفائل بيه، انت اتعودت على وجوده. انا مش عارف اقعد ولا عارف ابدع ولا عارف ارسم عشان في لوح خشب بابا شايله احتياطي لنحتاجه. طب انا مش عارفه اذاكر فيه، لازم تشيله، لازم تزقه، ابعده عشان تعرف تفرد اللوحه، عشان تعرف ترسم، عشان تعرف تحط نور. اصل في لمبه جاز هنا ممكن تتكسر، بنشيلها. اللي انا عايزه اقوله نشيل الكراكيب، مش بس الحاجات الاشياء، شيل كمان الكراكيب اللي هنا، شيل الكراكيب اللي جواك عشان تعرف تنجح وتعرف تبدع وتعرف تكمل. قلت لكم من شوية في كذا واحد متفوق، بس مش كل المتفوقين مبدعين. دلوقتي بيتهيألي بقى فيه، وشفتوها في المدارس يعني، كانت موجودة من أيامي، يبقى في حاجة اسمها أول وأول مكرر وتاني وتاني مكرر، نفس الدرجات. بس كم واحد من المتفوقين دول مبدعين في الشغل بقى؟ ده بيبان. يعني ما تزعلش دلوقتي ان مجموعك في ثانوية عامة ما دخلكش طب، انت ممكن تبقى واحد دكتور في علاج طبيعي متميز ناجح مختلف عن باقي دكاترة. الناس بتطلبك بالاسم، الناس عايزاك انت في مجالك. في المدرسة الدنيا ما كانتش فير قوي، يعني خلاص كلنا بنجيب الدرجه النهائيه، كلنا زي بعض، خدنا كلنا نفس النشان. بس في الشغل مفيش كده. في الشغل هتدي، هتدوس، هتاخد. بس وانت بقى بتشتغل ما تبصش على اللي هتاخده. زي ما اتفقنا في اول حاجه، حب اللي انت بتعمله، حب الشغله دي، مش تحب الفلوس اللي جايه من وراها. يا فرحتي واخد اللابتوب ورايح وجاي كل يوم من الساعة 8 للساعة 5 في المكتب، بخلص الشغل المطلوب مني واروح. لا، في واحد بقى غيرك قاعد يبدع وبيحب، وممكن يقعد نص ساعة زيادة وتلاقيه شغال لوحده. هو انت يعني بتعمل ايه؟ انت مش هتاكل معانا؟ لا مش هاكل، انا بس اخلص اللي انا بعمله ده. هو عايز يبدع في حاجة وعايز يتميز في حاجة. دايما اللي هيتميز دوت هو اللي هيدوق طعم النجاح بجد. كلنا ممكن نتفوق، كلنا ممكن نوصل لدرجات، بس احنا عايزين نبقى مبدعين. تعالوا كده نشوف الفيديو ده.
determination to win. لكم من اخر جملة. برافو عليكم. طب حد من الرجالة خد باله؟ بس البنات قالوها. ها؟ بعد مشيئة الله. ودي بقى النعمة او الحاجة الزيادة اللي عندنا. ان ربنا بيدينا النجاح الاول. وربنا عايزنا ناجحين. وبيزق معاك. مش هيسيبك تعمل كل ده لوحدك. وده اللي بيخلينا مختلفين. وعشان كده ولاد ربنا بيتميزوا في اي حاجة بيعملوها. لما بيمشوا على الكلام دوت بيتميزوا. تاني انتوا شفتوا ناس كتير. واحد زي مجدي يعقوب. انا لما دخلت في عالم الشغل شفت يعني ايه واحد مسيحي بقيم المسيحية بيتميز وبيوصل. وانا كنت قاعد اقول ايه ده، لا لا لا، المسيحيين ما بيوصلوش يعني لكل ده. لا اقول لكم على حاجة. في دكتور شاطر قوي، دكتور اطفال، اتفاجئنا انا ومايكل جوزي واحنا بنودي بنتنا عنده، ان هو استاذ دكتور، قلنا دي عارفينها عادي، واخد رئيس قسم الاطفال في الجيش، مسيحي في الجيش. ادخلوا بقى اسمعوا كل اللي بيعمله. ان هو بسبب وقته في الشغل معرفش يركز في الخدمه، فنقل مبادئ الخدمه مع النجاح جوه شغله. بقى متميز جدا في شغله وفي خدمته اللي مع الناس. كل حاجة بعد مشيئة ربنا. عارفين قال لنا حامية ايه؟ إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم نبني. أنا هديك النجاح الأول ويلا قوم ابني. أنا هديك لأن أنت هتحس إن أنت قوي بيا أنا. كل واحد فينا هيمسك في ايد ربنا ويبدا يعرف هدفه ايه وعايز يتميز ويمشي في الخطوات دي، مش بس هتنجح، انت هتبقى مميز. ولان مشيئه ربنا اصلا ان انت تنجح. اوعى واحد ولا واحده فيكم يكونوا زعلانين من كليه او قسم دخلوه ما كانوش مختارينه. شباب في صوت. ركز كده شوية هتلاقي ان ربنا زقك على القسم ده. وفي ناس منكم بيقولوا انا حسيت ان ربنا مش عايزني في صيدلة خالص، انا حسيت ان ربنا مش عايزني في قسم عمارة، انا حسيت ان ربنا مش عايزني للشغلانة دي. ربنا معاك في كل خطوة مادام انت بتطلبه. وهو مشيئته ان انت تنجح، هو عايزك ناجح. هو اصلا عايزنا مؤثرين مش بس ناجحين، يعني عايزك تأثر في الناس. وإلا ما كانش قال أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم. يعني مش عايزك، أنا عايزك شاطر وبس، أنا عايزك كده لا، ده أنا عايزك تنجح عشان تأثر في غيرك وتبقى سبب تأثير ونجاح لغيرك. سوري لو كنت طولت عليكم، وأتمنى إن احنا كلنا ننجح مع بعض السنة دي وكل السنين الجاية. يا مريان كلمة جميلة جدا. عاوزين ننبه على كده.